يا راجل يا خسع. طب انا مالي يعني اذا كان ابو زيدان يتجوز ولا ما يتجوزش؟ هو انا كنت ولي امره؟ ما انت عايزني اسيب مشيخة الغفر عشان ترجع لك تاني، بس يكون في معلومه، لو انا سبت مشيخة الغفر وده بعيد عن شنبك مش هترجع لك تاني. وطبل يا كفر الزعتر. وانت ما بتتبلش في بوقك فول ابدا يا ابو زيدان. زلت لسان يا حسنين. زمانها دلوقتي هتذيع في الكفر كله ان انا اللي مشجعك على الموضوع ده. خرج نفسك انت، اصل الموضوع سخن في دماغي وانا اما بركب دماغي ما بنزلش. افهم من كده يعني ان هي لو ما سمعتش كلامك هتتجوز عليها؟ مثنى وثلاث ورباع، احنا جدعان قوي. بس انا مرمطته وكشفت ألعيبه الراجل الخسع ده اللي بيصطاد في المايه العكر. ايوه يا حميده، المهم دلوقتي مش حسنين، المهم ابو زيدان. لا ما يهمكيش من ابو زيدان، ابو زيدان ده تغربلي كلامه على ما فيش. يا مأمنة للرجال يا حميدة. قصدك ايه يا عمدي؟ قصدي يا حميدة ان رجالة اليومين دول يا اختي ما يتضمنوش، وبعدين المثل بيقول حرس ولا تخونش، وممكن يعني ابو زيدان ممكن ايه؟ يتجوز؟ ده من باب العين ده حتى. يعني انت ممكن تتجوز عليا يا ابو زيدان؟ لو ركبت حمار دماغك وما سمعتش كلامي انا كمان هركب جحش دماغي واتجوز عليكي. وتهون عليك العشرة يا ابو نعسي، ده العشرة ما تهونش اللي على ولاد الحرام. والعشرة هانت عليكي ولا علي؟ وانا قصرت معاك في حاجة يا راجل؟ ما قصرتيش، انما بعد ما شيخت الغفر دي قصرتي. كنت بروح الغيط كنت بتبقي معايا، باجي البيت بتبقي معايا، في كل حتة معايا، اذا خرجت ورجعت الاقيكي في شرف استقبالي. دلوقتي باجي لا بشوفك لا بالليل ولا بالنهار. جرأة يا راجل انت، انت عايز تقف في طريق مستقبلي؟ مستقبلك ايه يا وليه يا خرفان انت؟ هي مشيخة الغفر ديت مستقبل؟ وما يبقى لهاش مستقبل ليه؟ ليه؟ هيرقوك مأمور؟ ولا كل حد ضحك عليك وقال لك هتبقي حكم دار؟ انت بتتنقلت عليا ولا ايه يا ابو زيدان؟ انا بقول لك الحقيقة، مستقبلك بدأ معايا وهينتهي معايا، وإذا كنت أنت عاوزة تنجحي في بيتك دوري على بيتك الأول وبعدين دوري على برا، وإذا كنت عاوزة تنجحي مع العمدة هانم لازم هتضيعي الدار ديت اللي بنيناها سوا يا حميدة، فاهمة يا شيخ الغفر؟ أول مرة أسمع من أبوكي كلمتين يتعقلوا. يعني أنت مأيد كلام أبويا يا عبد العال؟ بص يا نعسة، اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، وابوك ده في السن ده محتاج واحده تبقى معاه. انا مش ضد شغل الست، بس ما يبقاش على حساب بيتها وعيالها. تعرف انك بديت تتنجر يا عبد العال؟ ايه ده يعني؟ ايه يعني؟ بقيت مثقف ومش متعصب يعني الجنس الرجاله اللي زي. يعني طول عمري مثقف، بدليل انني طلعت الاول في محو الاميه. ما كانش باين عليك يعني قبل ما تتجوزني؟ امال كان باين عليا ايه؟ مفيش داعي بقى نرجع لورا ونطبل في المطبل. انا بقول كده برضو. يلا قوم حضر لنا الغدا. ما تقوم انت تحضره يا عبد العال. الله، وانت ما تحضريهوش ليه؟ لسه على رجليك نقش الحنه؟ الله، ما انا لسه بقول عليك مثقف ومتحضر. الله، وانا عشان ابقى مثقف ومتحضر اقوم احضر الغدا لمراتي وهي قاعده؟ يا سلام، طب وفيها ايه يعني لما تساعدني وانا تعبانه يعني؟ الله، وانت تعبانه من ايه يا نعسه؟ معرفش بقى يا عبد العال، حاسه ان انا كده همدانه ونفسي غمه عليا وماليش نفس اعمل اي حاجه. نعسي ليه يكون حصل يا بنت؟ خير يا دكتور؟ مبروك يا عبد العال، هتبقى اب. عبد العال هيبقى اب؟ يا فرحتي يا ولاد، عبد العال هيبقى اب. بقول لك ايه، انت لازم تيجي عندي البلد، هتبح لك خروف وجدي مره واحده. خروف وجدي ده انت لازم تحبها. مفيش حركه يا نعس. ليه بقى؟ هقعد 8 شهور ما اتحركش؟ يبقى امك تقعد جنبك تخدمك. جرى يا ابو نعس، انت هتضرب وتلاقي؟ امال مين اللي هيخدمها؟ هي اللي تخدم نفسها لغايه الشهر السابع ولا الثامن. هو انا يعني لما كنت حامل فيه كان حد بيخدمني؟ ده انا ولدتها وانا قاعده على طش الغسيل. هي غيرك يا حماتي، انت كنت مرات ابو زيدان، انما هي مرات عبد العال الاول. يا سلام، يعني مرات فاروق الاول؟ ابقى اخدمها انت. خلاص، انا هجيب لها ممرضه انجليزيه ومحدش هيمن عليها.
أصل 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 إيه بس وفصل إيه؟ إيه اللي مقعدك لحد دلوقتي يا ميلا؟ لقيت نفسي مخنوق، قلت أخرج أشم شوية هوا. وإيه اللي خانقك بقى إن شاء الله؟ الوحدة. الوحدة العربية؟ الله يحزك، ده انت طلعت بنت نكته. وحده ايه يا ميلا من اللي مصحياك لحد دلوقتي؟ وانت ما تعرفيش انني وحيد امي؟ لا عارفه. هو ده بقى اللي خانقك؟ ايوه، اصل امي خلاص كبرت وخرفت، ما بقتش قادره على خدمتي، فاني قررت انني ادور على بنت الحلال اللي تخدمني واكمل نص ديني. ولقيتها يا ميلا؟ الصراحه راحه. ايوه. ويا ترى من الكفر؟ وعارفاني زي ماني عارفها بالظبط، وبتخرجني في نصاص الليالي ادور عليها. بس يا ترى هي حاسه بيا زي ماني حاسس بيها؟ طب يلا يلا يا ميلا روح على دارك ونكمل كلامنا بكره. الواد ده بقى حكايته ايه معايا؟ جاهزين يا رجاله؟ كله تمام يا كبير. خلي بالكم الليله دي هتكون غير اي ليله، لازم نضرب الضربه الكبيره اللي ما بعدهاش. اطمن يا طبع الليل، ده طار بايت يا ابوي. يلا يا رجاله. ما تعرفيش عمدتك راحت فين الساعه دي على فرماجي؟ هتكون راحت فين بس يا عمده؟ تلاقيها راحت هنا ولا هنا تحل مشكله وزمانها جاي. طيب لو سالتك عليا قولي لها ان انا في قهوه الوادي الهلالي. حاضر يا عمده. احضر لك الخير، وعلى فكره انا فاكرك مش ناسي الموضوع بتاعك. متشكره قوي يا عمده، وربنا يكرمك يا رب. ويكرمك انت كمان. أحلم باللي هيتعمل الليلة. لازم حسنات تعرف إن الله حق. أيوة يا عمدي، لازم تعرف إن هي غلطانة، هي وشيخ الغفر حميدة بتاعها. يا سلام يا عمدي، يعني هرجع ألبس البلطو تاني وأحط كده البندقية على كتفي وأمشي أتمخطر في وسط الكفر وأقول من هناك، وترجع هبتي وسط أهل الكفر وتفضل يا شيخ الغفر، تفضل يا شيخ الغفر. جري جري يا حسن، انت هتعيط زي النسوان. لا لا انا مش بعايز النسوان، انا بعايز الرجاله. بندقيتي وحشتني يا عمدة، هات لي بندقيتي يا عمدة. خلاص خلاص هجيب لك بندقيتك وهجدد لك السلاح ليك كمان. لا انا مش عايز السلاح ليك، انا عايز بندقيتي القديمه. خلاص هجيب لك القديمه. ربنا يوفقهم الليله دي. ها المهم انت مال ايدك منهم يا جناب العمدي؟ قلت صوتك. طبعا مال ايدي قوي. استني خلاص نفد صبري، فض بيا الكلو وطفع. ممكن نروح نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. يا رب. اتنين قهوه ساده يا هلالي.
الرصاص ده مصدره يا غفير ماجي. خليك مرتاح يا عمده، العمليه تمت بنجاح. عمليه ايه؟ اصل الليله يا عمده ليله القبض على ضبع الليل وعصابته. وقبضوا عليه؟ كله تمام يا عمده. بقت بنوبه يا حسنين، يا شمت العدوين فيك يا حسنين، الناس كلها خيبتها السبت والحد وانا خيبت ما وردت على حد. بقول لك ايه، انا مش ناقصك، انت هتقعد تولول في ايه؟ حمارتك ماتت؟ يا ريت يا حضره العمده كانت الحماره، كانت هوينه، شخصيتي هي اللي ماتت، جالها سكته قلبيه، كرامتي وقعت ونهارت. يعني الكلام اللي انا سمعته مظبوط؟ مسكوا ضبع الليل؟ ايوه جناب العمده مسكوه، عشان كده جيت اقول لك. الوليه حميده مرات ابو زيدان شيخ الغفر ماشيه في شرق البلد لفحه البندقيه على كتفها وجره في ايديها حبل، في اوله ضبع الليل وفي اخره رجالته وغفرها ماشيين حواليها، لا ونسوان البلد عماله تزغرط والرجاله تسقف. خيبتك اللي بقت بالويبه يا ضبع. الضبع خيبته بالويبه، امال انت خيبتك بايه يا عمده؟ يا بني ادم انت متاكد؟ هو انا هتوه عن خيبتك يا عمده؟ انا شفت بعينيا ما حدش قال لي، عشان كده جيت اقول لك على وكستي. وكستك وكستي؟ دي وكستنا كلنا. انت بتتكلم بجد يا حميد يا شيخ الغفر؟ طيب انا هبلغ جناب المعمور على طول. تمام يا فندم. في ايه يا حضرة الصور؟ ان سويل الغفر بتوع كفر الزعاترة قبضوا على حساب الضبع الليل يا فندم. مالكم بتتشحتفوا وتعيطوا كده ليه زي النسوان؟ انا مش بعيط عشان خايف من السجن ولا الاعدام. امال بتعيط ليه؟ ايه الضبع؟ الضبع الاسم بس كان بيرعب بلاد الفور ويهز الشنبات ما تتهزش. كسلت وسرقت وعملت اللي ما قدرش نخط يعمله في الصعيد. طب بعد العريضه دي كلها ما عرفناش برضه انت بتعيط ليه زي النسوان؟ ما جاش على بالي ان اللي يقبض عليا ويكتفني التكتيفه دي شويه حريم. قبضوا علينا يا فندم، قبضوا علينا. اسيوو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 و
عيط يا خالد. مبروك ومتشكرين يا عمده هالك. الله يبارك فيك، ده شكر على واجب. هاتوهم. والله ضرب. يلا اتضربوا. رايك يا حسنين؟ انا بقول اسافر مصر او اهج بره البلد خالص، اروح اي مكان ما يكونش فيه عمد. أنا رأيي يا عمدة نسافر احنا الاثنين. طب انت تسافر ليه؟ ضحايا الله بضبع الليل شافك ولا يعرفك، انما انا لو ضبع الليل قر وقال ان انا اللي وزيته، ساعتها هودي وشي فين؟ من اهل الكفر ولا من حسنات؟ انت لسه هتدور على حسنات؟ ده انت هيدخلوك السجن ويحطوا في ايدك الحديد. وكمان بتقول هفوشي. تعرف انا عرفت دلوقتي مين اللي نحسني من الاول للاخر، انت يا حسنين. والله ما حد عارف مين اللي نحس التاني يا عم. اخلص خالص. تفتكر ممكن ضبع الليل يقر عليا؟ حد من اهل الكفر شافك وانت معاه؟ لا، بس رجالته كلهم يعرفوني. ولا يهمك، دول شويه سوابق، محدش هياخد لا بكلامهم ولا بكلامهم. ايوه صح. وساعتها لو هو راح وقر عليا هقول لا، ده هو كان عايز ينتقم من حسنات وحب يدبسني معاه عشان يطلع منها. هتدارى ورا مراتك يا عمده؟ اسكت اسكت يا حسنين وحط خبتك على خدي. ايوه، داني لولا لعيبه كنت حطيت طرح على دماغي ودريت وشي من اهل الكفر. كل ده يطلع منك يا حسنات. كده النساء يا عمده لغايه دلوقتي نفسي اعرف هم عملوا كده ازاي.
لما الغفير مريهان بلغتنا بالإخبارية وإن ضبع الليل هيسرق زريبة العمدة ليلتها، اجتمعت أنا والعمدة هاني وقعدنا نفكر هنعمل إيه، وعملتم فكرة الليزر والتسجيل. الحق يتقال، البت ماجي غفير العمدة الخصوصي هي دي فكرتها، شافتها في فيلم إفرنجي وقالت العمدة هانم عليه. طب والعمدة هانم نفذتها إزاي؟ بعتت جابت واحد من مصر من بتوع السيمي اللي بيفهموا في الحاجات دي، وعملت الخطة في السر ونفذها معانا. آه أكيد. يا ولادي الإيه؟ خطة جهنمية يا عمدي. والمأمور عمل إيه يا حسنين؟ خد رجالة الضبع في البوكس وقال لي ست حرامكم حصلين على المركز. لكنني خلاص ما عدتش اشوفها تاني. هتشوف مين يهبل انت اذا كان كل اللي مع الضبع رجالة؟ دي بندويتي يا عمدي، كده خلاص ما عدتش ترجع لي تاني. بندويتك ايه وزفت ايه؟ احنا فيه ولا في ايه؟ دي حتة مني يا عمدة صعبانة علي. ما يصعبش عليك غالي، أنا اللي نفسي أفهم أنا غلطت في إيه؟ ليه كل حاجة أعملها بتنقلب ضدي؟ كانت أتقل بندقية في السلاح ليك كله، كانت عايزة راجل بجد يحطها على كتفي. صح صح يا حسنين. وإيه اللي صح يا عمدي؟ أنا بتكلم على البندقية. أنا اللي غلطان إن حاربت حسنات بطريقة الرجالة. أمال يعني عايزنا نلبس طرح عشان نفوز عليهم؟ ليه واسكت؟ كان لازم أحاربها بطريقة الستات، مش المثل بيقول ما يوقعش الست إلا ست زيها؟ صح يا عمدي، بس أنا عمري ما سمعت المثل ده قبل كده، وعليها اليمين ما نفهم حاجة. أنت من إمتى بتفهم؟ أنت تسكت خالص. أنا خلاص أنا عرفت أنا هعمل إيه. هتلبس صرحة يا عمدي؟ على إيدك يا حسنين. أنا سعيد جدا بيك يا عمدة وبرجالتك، قصدي بيكي وبحريمك. العفو سعادتك، احنا والله ما عملناش حاجة يا فندم، ده واجبنا واحنا قدناه على أكمل وجه. على فكرة ضبع الليل ده كان عامل لنا صداع شديد في كل الناحية. الحمد لله ودينا خلصنا سيادتك منه. لكن عايز أعرف انتوا ازاي عرفتوا تقبضوا عليه؟ لا اسمح لي يا فندم، ده شغل حريم. ها قلت يا ماجي؟ بس العمدة هانم لو عرفت هتعتبرها خيانة مني وهيبقى شكلي وحش قوي قدامها. ولا يهمك منها، انت مستقبلك معايا. طيب اديني فرصة افكر. المسألة مش محتاجة تفكير يا بنتي، دي فرصة وجات لحد عندك ولو ضاعت مش هترجع تاني، فاهمة؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا بطل؟ البنت دي هتنفعني قوي يا شبراوي. والعمدة هانم مراتك؟ الله، ما انا بعمل ده كله عشان خاطر حسنات. وعايزني اصدقك؟ المرة دي لازم تصدقني. كان نفسي يا صاحبي، لكن بصراحة المرة دي بقى مش هقدر. انت حر. انت تاني يا ميلم، ايه اللي موقفك ورا الشجرة؟ انت انا اللي واقف في الغرام لشوشتي وليلاتي جافين النوم، واقول يا ترى ويا هل ترى هيرضى عني الحلو. حلو مين يا ميلة؟ هو في الكفر كله حلو غيرك؟ انا الليل والنهار بدور عليك ومتابع خط سيرك. قصدك ايه يا ميلم يا ابن مميلم؟ يا حلو فاض بيا الكيل وزاد، ولا عدتش قادر على البعاد، فتلت لك حبل الوداد يوصل ما بينا للابد. ايه يا ليله سودا خاليه من القمر؟ ده انت القمر نفسه، عشان خاطر الشيخ الغفر اديني حاجة تحت الحساب. حاجة ايه يا مخبول انت؟ ارميلي نظرة ولا ابتسامة، حاجة تنفع ليوم القيامة، حاجة تهدي قلبي وببرد نار مهجتي اللي مشعللة ناحيتك. يا دهوتي يا دهوتي، ده انا هخرب بيتك. وانا حبيتك ليه كتر القاسية؟ وانا هخرب بيتك ولا ليكش عندي دية؟ هو انا ميت يا جميل في هواك؟ كلمة زيادة لو نطقتها هطخك ومالكش عندي دية. طب حني عليا. قدامي قدامي يا ظريف يا خفيف يا لطيف قدامي. أنا تهمتي إيه؟ تهمتك بتغازل فرد أمن أثناء تأدية وظيفته الرسمية. غزل عفيف وغرضي شريف. طب قدامي قدامي يا خفيف، يلا قدامي امشي. فاكرة يا حميدي؟ فاكرة إيه يا أبو زيدان؟
فاكره ليله فرحنا؟ هو الواحد عندي يفتكر، بس انا لسه فاكر. طب ما دام انت فاكر فكرني. طب روح هات طبقين رز بلبن من اللي في التلاجة وتعال. من عينيا يا ابو زيدان. انت مش هتقومي تنامي يا عمده؟ مش جاي لي نوم. اكيد في حاجه شغلاكي. العمده ماله كفل الشر؟ سافر مصر. طب ما هو طول عمره بيسافر مصر. لا يا ماجي، المره دي غير كل مره. المره دي حاسه ان قلبي مقبوض قوي. انت شاكه في حاجه يا عمده؟ حاجات وحاجات، ده جوزي وانا عارفاه. بصراحه يا عمده، العمده مرتضى عمره ما يستغنى عني. بعد اللي حصل والنجاح اللي انا عماله احققه في الكفر، العمده ممكن يعمل اي حاجه. ما ظنش يا عمدتي، مرتضى بيه راجل متعلم ومثقف وعمره ما يفكر التفكير ده ابدا. انا كنت فاكره اني ممكن الست بس هي اللي تكيد جوزها، لكن لا، زي ما في كيد النساء في برضه كيد الرجال. يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربال. طب انا اقدر اعمل اي حاجه عشانك يا عمده؟ هقول لك يا ماجي. الله، الرز بلبن اللي انت عاملاه المره دي يا حميدي احسن من كل مره، حلو قوي. بالهنا والشفا يا ابو نعسي. اجيب لك طبق تاني؟ لا الحمد لله كفايه كده. بقول لك ايه، ما تشغلي المروحه وتيجي نتسير شويه. حاضر يا ابو نعسي. يا شيخ الغفر، يا شيخ الغفر. دي الغفيرة مريهان. دق على دماغ ابو زيدان يا مسكت حصب الله. ارفع ايديك واوعى تتحرك، ده انت وقعتك سودة. ايدي وجعتني يا غفير بررررررر. جاك وجع في قلبك يا ميلم يا ابن ام ميلم. انا قلبي هيتوجع ايه اكتر من كده؟ انا قلبي موجوع من زمان. اخرس حاضر. اخرس، مش عايز اسمع لك. حس. حاضر يا غفير بررررررر. في ايه يا غفير مريهان؟ ماله ميلم يا شيخ الغفر؟ اسألي مريهان يا عمدة. ماله الزفت ده يا مريهان؟ وانا بمر في الكفر يا جناب العمدة لقيته لابد لي على الطريق. صح الكلام ده يا واد؟ انا هعترف بكل حاجة، بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ اتكلم كتحش وسطك، اتكلم. بحبها من كتر حبها ما بنامش ليل ولا نهار. حبها؟ حب مين يالا؟ حب الغفير بررررهام. بقى كده؟ ايوه هو كده، مش اكتر من كده. تقوم تلبدلها اثناء دورتها الليليه؟ اعمل ايه يا حضره العمده؟ اذا كان طول النهار نايمه وبالليل بيطلع القمر. قمر؟ ده انت نهارك اسود وليلك اسود من البتنجان الرومي معايا. ليه يا حضره العمده؟ عشان غرضي شريف. ليه؟ ناوي تتجوزها؟ ومهرها معايا. الواد ده زودها خالص يا حضره العمده. احنا نحوله للنيابه، والنيابه ان شاء الله تحوله لفضيله المفتي ويشنقوه. ليه؟ ليه بس يا شيخ الغفر؟ ده حتى واد غلبان. غلبان؟ قصدك ايه يا غفير مريهان؟ يتجوزني ويجرى اللي يجرى عليه، ده بعد امرك طبعا يا عمده هانم. امري ايه؟ ايه رايك يا شيخ الغفر؟ اهليها اب يرد عليه، روح له. يعني جنابك ما عندكيش مانع يا حضره العمده؟ لا يا اختي ما عنديش مانع، بس ليا طلبين. الطلب الاول يغير الكوفيه الخضراء اللي لابسها دي، والطلب الثاني ما تسيبيش الخدمه. وانا موافق يا حضره العمده، من انا ورايح الكوفيه هتبقى فوشيه والجلابيه فوشيه. زغرت يا حميده. ابو زيدان، أبو زيدان، أبو زيدان، غريبة قوي، الراجل راح فين؟ أنت بتقول إيه يا مستاذ؟ ده قرار ومش هرجع فيه يا عبد العال. هتجوز يعني هتجوز. الله، هتتجوز إزاي يا حماية؟ زي كل الناس، على سنة الله ورسوله. أنا رايح كفر أبو زغابة، هدور على محمد حسنين يدور لي على العروسه. الله، طب وحمات ام نعسه؟ يبقى خلي مشيخه الغفر تنفعها. يعني انت يا عمده هانم بعتت ماجي مصر عشان تراقب العمده؟
ايوه يا حميده، قلبي مش مطمن ومش عارفه العمده هيعمل ايه، ولازم لما اجي اكلمه يكون في ايدي دليل. اما ياما ياما ايه يا بنت يا نعسه؟ في ايه؟ الحق ياما. ايه مالك؟ عبد العال جرى له حاجه؟ ابويا ابويا ماله مات؟ هي في الحقيقه ما تلحقهوش. ابو زدان ابو زدان استنى يا راجل، نفسي اتقطع. ازاي يا حميده؟ انت صحيح هتعمل زي عبد العال ونعسه ما قالوا لي؟ ايوه هعمل زي ما قالوا لك. في ايه تاني؟ طب استنى بس نتفاهم. مفيش تفاهم، انا خدت قرار ورايح انفذه. انت هتتجوز عليا يا ابو نعسه؟ اشمعنى انت؟ وانا كنت جبت لك دور يا راجل انت؟ مشيخت الغفر، وانا قلت لك كلمه، يعني يا مشيخت الغفر، عايز الرد بإجابة واحدة بس. طب بس هدي نفسك كده وتعالى نرجع البيت ونناقش الموضوع بديمقراطية. مفيش نقاش، خلص الهزار، ما بقاش إلا الجد. هي دي بقى الديكتاتورية بعينها. سميها زي ما تسميها، قلت إيه؟ ومن دي بقى اللي أنت رايح تتجوزها؟ ملك الصالح، هو في واحدة في الدنيا هتستحملك غيري؟ ما تلتش وتعجني يا حميدة، أنا مش هرجع إلا إذا قلتيها بصريح العبارة. وعاوزني أقول لك إيه؟ إنك هتسيبي مشيخة الغفر وتتفرغي لي وتطبخي لي وتخدميني زي زمان. طيب أنا عندي اقتراح. وأنا مش هسمعه، ما تعطلينيش بقى. طب خلاص. خلاص إيه؟ ارجع يا أبو زيدان. يا حلاوة. أبو زيدان. ماله يا حميد؟ لسه مضايقك؟ الحكايه دخلت في الجد، قال لي اذا ما كنتش هسيب مشيخة الغفر هيتجوز عليا، وانا ما فيش قدامي غير انا مش قادره اقول اللي انت بتقوليه ده. يا حميد انت كده بتهدي كل اللي احنا بنيناه. انا عارفه وخايفه، ما فيش قدامي غير ان ادور على بيتي. انا مش هقول لك يا ست حسنات ولا هقول لك يا عمده هاني، أنا هقول لك يا حسنات يا بنتي. أنا خلاص كبرت، وأبو زيدان هو سندي في الأيام اللي جاية. مش معقول هدور على حد تاني يشاركني حياتي من الأول. العمر خلاص ما بقاش فيه. أنت كده بتوجعي قلبي قوي. بس لا، أنا هعمل إيه من غيرك؟ أنت عارفة معنى إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ إن التجربة اللي إحنا عملناها ممكن تبوظ. زي ما في حميدة في غيرها. كملي مشوارك وقلبي معاك. انا عمري ما حسيت ان انا بني ادمه بجد غير في الايام اللي فاتت. بس يا خساره يا حميده، في الاخر انهزمتي. سايقه عليك النبي ما تبكتيني، انا قلبي بيتقطع عشان هسيب احلى حاجه عملتها في حياتي. حاضر، انا كمان ما يرضينيش اللي بيتك يتهد مهما كان الثمن يا حميده. انا برشح لك ماجي تبقى شيخ غفر بدالي. شد حيلك كده واجمدي، وراكي نسوان الكفر كله. لا مش نسوان الكفر، نسوان مصر كلها. ايه ده؟ انت بتعيطي يا حميده؟ ما حلتيش غير دموعي. وانا يا ستي همسح لك دموعك. اسمعي يا حميده، انت اختي وصاحبتي. والله يا شيخ انا لو كان لي اخت ما كنت احبها قد ما حبيتك كده. وهي كمان ما كانتش هتحبك قد انا ما حبيتك. خلاص يلا بقى روحي على بيتك، بس اسمعيني كويس يا حميدة، اوعي تتخلي عني، خليكي دايما جنبي. اصل انا برضو هبقى يعني عايزة استشيرك واخد رأيك في حاجات كتير، وابقى كمان محتاجة اشوفك قوي. بصي يا حميدة، لو انت مش عايزة تشوفيني انا هبقى غلسة واشوفك غصب عنك. انا لا يمكن استغنى عنك. انا مش هسيبك وهفضل جنبك كأخت وكأم. ممكن يا عمده تعرفيني من اللعبه دي؟ انت مش بتحب العمده هانم ويهمك مصلحتها؟ طبعا تهمني مصلحتها. خلاص يبقى تلعبي معايا اللعبه دي وانت المستفيده، وانا والعمده هانم برضه هنستفيد. طب انا هستفيد الشغل في الشركه، لكن انت بقى والعمده هانم هتستفيدوا ايه؟ هنستفيد ان الهرم المقلوب هيتعدل. يعني انت هترجع للعموديه تاني؟ لا 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 لا، موضوع العمدة ده مش في دماغي خالص. كل اللي أنا عايزه إن مراتي وأم عيالي ترجع لي زي حميدة ما رجعت لأبو زيدان.
وهي شيخ الغفر سابت شغلها؟ من يومين تلاتة. الله، وعرفت ازاي يا عمده وانت هنا في مصر؟ مفيش حاجة في كفر الزعاطرة تحصل من غير ما اعرفها حتى وانا هنا في مصر. انا العمدة، انا العمدة مهما كان. خلاص نفذ الخطة يا عمده. خلاص يا ابو جلاد، كل شيء هيرجع لاصله والمعوج هيتعدل. طب ما تفهمني يا اخويا المعوج هيتعدل ازاي؟ يعني كل شيء يرجع لاصله. معقول الكلام ده؟ ايوه، ويعني كان اللي بيحصل في البلد ده كان معقول؟ على قولك، ده احنا شفنا في الكفر ده العجب العجاب. ما عشان عجب العجاب ده كل شيء لازم يرجع لاصله. انت جدع، انت عمال تاخدني وتوديني في الكلام، على ما ترسيني على بر. بكره المراكب لما ترس على بر هتفهم كل حاجه. ها، اما نشوف يا حسنين. بكره تشوف وتقول حسنين شيخ الغفر قالها. شوف يا بكر، تبني وحبيبي وانت اللي هتحمل اسمي من بعدي. وانا بصراحه الحياه مع امك بقت مستحيله، العلاقه اتدمرت خالص، خصوصا بعد الهانم بقيت عمده، يعني استحيل العيشه تبقى معاه. وانا كنت فكرت يعني بصراحه ان انا اتجوز، بس الكلام ده يفضل سر بيني وبينك، امك ما تعرفوش. والمقابل؟ انا بيعجبني انك بتدرس الموضوع كويس. المقابل هكتب لك نص الشركه باسمك. يبقى على بركه الله. مبروك يا عمده. نعيمة، انت بخير؟ انت بخير يا حبيبتي؟ انا كويس، انا كويس طول ما انت كويسة. لا يا حبيبتي، لا بطمن عليكي. ايوه يا حبيبتي، لا 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 انا كويس، المهم انت كويسة. انا بخير، بخير يا حبيبتي. طيب طيب، بحبك، بحبك اكثر حاجة في الدنيا دي كلها. مع السلامة، هكلمك تاني. ها، هكلمك تاني. مع السلامة حبيبتي، مع السلامة. أعود كل ده كان حلم؟ لا حلم إيه؟ ده كان كابوس، كابوس فظيع، كابوس فظيع، كابوس فظيع. الحمد لله، الحمد لله. يا صباح الفل يا عمدتي، يا صباح الخير. صباح الخير يا حسنان. ايه ده؟ ده
ده العسل النحل اللي بتاخده كل يوم على الريق علشان يجلي صدرك. ايوه يجلي صدرك، بس سيبيه دلوقتي. اسيب ايه يا راجل؟ افتح بقك، افتح بقك، هديهولك في بقك زي ما بديهولك كل يوم. هم يا اختي احنا جمالك يا اجمل عمده في الدنيا، الف انا وشفا. قصدك العمده اللي كلته البارومه. كلتك البارومه؟ اخس عليك يا عمده ما تقولش كده، ده انت طول عمرك عيار 24. انا عمده عيار 24؟ انت متاكده؟ الا متاكده. يا لهوي، ده انت احسن عمده في المديريه دي كلها. ايوه انا احسن عمده في المديريه كلها. هي اخبار حميده ايه؟ حميدة زي الفل في بيتها، سمنة على عسل هي وابو زيدان. الحمد لله. واخبار حسنين؟ حسنين شيخ الغفر ما تغيرش زي ما هو من يوم ما وعيت عليه. ما تغيرش؟ لا. طب اسالك اخر سؤال، اخبار الكفر ايه؟ مالك يا عمده فيك ايه؟ كفلنا الشر يا اخويا بخير، الكفر كله بخير وبيموتوا فيك وبيدعوا لك. حسنات انا عايز ابوس راسك. لا والله ده انا اللي ابوس راسك. لا انا عايز ابوس راسك. حسنات انا اسعد واحد في الدنيا وانت احسن زوجه في الدنيا ولازم ابوس راسك. ربنا يخليك لينا يا رب، يخليك ليا ولولادك وللكفر كله. شوف يا عمده بقى، بما انك مبسوط كده وسعيد، ليه عندك طلب قد كده بسيط؟ انت مش تطلبي، انت تؤمري. ربنا يخليك. تحدد مواعيد للدش اللي في قهوه هلالي، الفلاحين يا اخويا بيقعدوا سهرانين لوش الفجر ويروحوا اراضيهم بعد صلاه الظهر. ايوه صح، الدش اخره الساعه 10. عندك حق. وانا وراك طلب كمان، الكمبيوتر بقى يا عمده عايزين ندخله الكفر، احنا خلاص بقينا في عصر الكمبيوتر والنت. ايوه، والفلاحين يخشوا على الفيسبوك. عندك حق. اسم الله عليك يا عمده. وطلب كمان، نجمع فلوس بقى للشباب نعمل لهم مشاريع ونديهم قروض. ايوه عشان نقضي على البطاله. ايوه صح، نديهم قروض، وانا اول واحد هيديهم قروض. عندك حق. وانا وراك. ليه طلب تاني بقى؟ لا بقى، انت طلباتك كترت يا حسنات. عشان خاطري لطلب صغنطوط، صغنطوط قد كده، ما دام انت مبسوط. خلاص اطلبي يا حسنات، ما تم طلب صغنطوط قد كده. تروح تقدم طلب للمسؤولين وتكتب في الطلب ده يا ريت العموديه تبقى بالانتخابات مش بالتعيين. ها؟ كلام اللهبل اللي بتقوليه ده، تجننت يا حسنات؟ عموديه اللي بالانتخابات؟ اهو لازمته ايه الطلب ده؟ لان لو عملوها بالانتخابات هرشح نفسي عمده الدوره الجايه. وطب يا كفر زعتره. عمده لا، عمده لا، عمده لا، عمده لا، عمده لا، عمده لا. وطب يا كفر الزعتره.